إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر فألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وحور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتحدث الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن تحقيق الخشوع في الصلاة. وتحقيق الخشوع في الصلاة مهم أولا لقبول هذه العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وجعلها ركن من أركان الإسلام العظيم من ناحية، ومن ناحية أخرى أمر مهم لكي يستعين المسلم بالصلاة على أعباء الحياة وعلى ضغوط الدنيا. تحدثت مرارا وتكرارا عن كيفية تغلب الإنسان على ضغوط الحياة، وتحدثت عن الصبر، تحدثت عن فن تجاوز الأحزان سواء في الخطب أو في الدروس. والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الأهم من كل هذه الأشياء، ألا وهو الصلاة. لأن الله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بي بالصبر والصلاة، الصبر على أن ما من شيء في الحياة إلا وهو يحتاج إلى صبر. كل شيء في الحياة يحتاج إلى صبر، معاملتك مع زوجتك، مع أولادك، مع الشغل الذي تعمل فيه، مع الناس من حولك، صبرك على العبادة، صبرك عن المعصية، فكل شيء يحتاج إلى الصبر. ولذلك دائما نتواصل ليه بالصبر. وأيضا من الأمور التي تعيننا على الحياة وعلى كبدها وعلى الكدح فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، وكما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي أن نستعين على هذه الأمور حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى وحتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن احنا في الحياة في الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك ليه المنتهى، إن لله وإن إليه راجعون. فحتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى سالمين غانمين في هذه الحياة يبقى علينا بالصبر والصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والخشوع معناه إقبال المسلم على الصلاة بقلبه مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ومتدبرا في معاني آيات القرآن، ومتفكرا في جميع الأقوال والأفعال المشروعة في الصلاة، مع المحافظة على شروط الصلاة وأركانها وسننها. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الإنسان أو أن المؤمن الفالح هو الذي يخشع في صلاته. قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في صلاته أن يعلم أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأيضا من الأمور التي تعيننا على الخشوع في الصلاة أن نستعد للصلاة وأن نتهيأ لها، يعني كما تستعد للعمل وكما تستعد لأي أمر من أمور الدنيا، فلا بد أيضا وأن تستعد لليه للصلاة وأن تتهيأ لها قبل الدخول فيها. يعني لا تدخل في الصلاة مباشرة، وإنما ينبغي أن تهيئ نفسك وأن تستعد للصلاة. طب كيف أستعد للصلاة؟ من خلال هذه الأمور. أولا إسباغ ليه؟ من ساعة إسباغ الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، فقال إسباغ الوضوء، يعني إتمام للوضوء وإحسان للوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وحينما تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى تأخذ زينتك، كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن الإنسان سبحان الله يتعجب لمن يذهب إلى العمل أو يذهب إلى السوبر ماركت أو يذهب حتى ليجلس في البار مع أصحابه ويأخذ زينته ويرى نفسه ويضع العطر ويضع الطيب، ولكن حينما يأتي إلى بيت الله يأتي هكذا، وربما يلبس أي شيء من آخر المسجد، أي شيء يأتي أمامه يلبسه. لا، يا بني آدم خذوا زينة، أنت واقف أمام الله سبحانه وتعالى، طالما أنك أنت بتهيئ نفسك حينما تخرج من بيتك لأي أمر من الأمور فلابد وأن تهيئ نفسك أنت، يبقى أنت عارف أنك في لقاء مع الله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا التبكير للصلاة، حينما تأتي للصلاة مبكرا
اعلم أنك ستخشع فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجر المسلم إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في مروان الإمام البخاري: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى ليه؟ إلى الصلاة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لماذا التبكير؟ لأن التبكير أو التهجير إلى الصلاة معناه أنك أنت ستجلس مثلا قبل الصلاة بقليل، بتستجمع جوارحك، بتفكر في المعاني الصلاة التي ستدخل فيها، بتردد كلمات الأذان خلف المؤذن. إنما حينما تأتي من الخارج مباشرة وتجد أن الإمام مثلا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، بالتالي أنت ما زلت في شواغل الحياة وما زلت في صوارف الدنيا. الإنسان مش آلة ميكانيكية بمجرد ما يقول الله أكبر سيتوقف عن التفكير في أمور الدنيا وشواغل الحياة. ولذلك ينبغي أنك أنت تفصل بين بين الدنيا وبين الدخول في الصلاة. كيفية الفصل؟ من خلال التبكير والتهجير إلى الصلاة، وأن تردد كلمات الأذان خلف المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبعدين بعد الأذان بتصلي ركعتي السنة إذا كانت هناك سنة قبلية، وتدعو الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، وتتضرع إلى الله عز وجل. شو دي كلها تمهيدات للدخول في استعداد، كأنك بتستعد. شوف انت مثلا قبل ما بتركب الطائرة بيبقى فيه استعدادات، يعني من خلال وزن الحقائب، ومن خلال رؤية التيكت، ومن خلال كذا ومن خلال كذا، يعني دي امور دنيوية. فما بالك وانت داخل في الصلاة وداخل على لقاء الله سبحانه وتعالى. فبين الأذان والإقامة مش بتتكلم مع واحد جنبك ولا شغال في الهاتف، وإنما بتدعو الله سبحانه وتعالى، إن ده وقت من أوقات استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقام. وبعدين بتدعو الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر، مش بقلب غافل، ده اسمه التضرع، لعلهم يتضرعون. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. يبقى إلى الآن لم ندخل في ريف الصلاة، وإنما بنهيئ أنفسنا للدخول، ده اسمه استعداد، تهيئة النفس للدخول في ريف الصلاة. يبقى الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وهكذا. وبعدين السنن القبلية كما قلنا، لأن السنة القبلية أيضا من ضمن حكمها أنها تهيئك للدخول في في الفريضة. يعني من ضمن الحكم للسنة القبلية التي تكون قبل الصلاة أنها تهيئك للدخول في في الفرض. ومن ضمن حكم السنة البعدية بعد الصلاة أنها تجبر ما يحدث في الصلاة من خلل ومن نقص. يعني لو حدث في الصلاة خلل أو نقص فالسنة البعدية تجبر ما يحدث في الصلاة، إنما السنة القبلية تهيئك للدخول في الفريضة. يبقى ده كله اسمه استعداد المسلم وتهيئة نفسه للدخول في الصلاة. وعليك أن تعلم أن الصلاة هي أصلا كلمة الصلاة دي أتت من الصلة، صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وبعدين تتذكر الموت في صلاتك، ممكن تكون دي آخر صلاة من الصلوات، تتذكر الموت في صلاتك. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. رواه الإمام ابن ماجه. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، كأنك أنت أداء، يعني ستودع ليه؟ ستودع. طب بالله عليك لو أنت دخلت في الصلاة بهذه النية، صلي صلاة مودع، هل هتفكر في الحياة ولا تفكر لا في زوجة ولا في أولاد ولا في سيارة ولا في عمل؟ ده أنت هتودع. فصلي صلاة فصلي صلاة مودع، ولا هتفكر في خصومات ومشاحنات وقطيعة بينك وبين أرحامك ولا بينك وبين إخوانك وأصدقائك؟ لا، خلاص ده أنت بتقول أنا سأودع الحياة، فصلي صلاة مودع. قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يحسن صلاته من خلال الركوع، من خلال الأركان والسنن، ومن خلال الخشوع فيها، لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيره. يبقى عملية تذكر الموت وأنت مقبل على الصلاة، ولو أنت في الصلاة بمجرد أنك أنت تكبر تكبيرة الإحرام، هذا الأمر أيضا يعينك على على الخشوع في الصلاة. وأيضا من الأمور التي تعيننا على أن نخشع في صلاتنا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي نقف بين يديه، واستحضار معاني تكبيرة الإحرام.
بنت عارف ستقف بين يدي من. المشكلة يعني أن الكثير من الناس لأنه تعود على الصلاة فبيؤدي الصلاة كأنها حركات رياضية أو كأنها طقوس يؤديها. في فرق بينك أنت تؤدي الصلاة كطقوس وحركات، وفرق بينك أنت تؤدي الصلاة كشعيرة من الشعائر، وأن تستحضر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مطلع عليك وناظر إليك ويجيبك حتى في الدعوات التي تقولها في سورة الفاتحة كما سنبين. وإنك أنت بمجرد أنك تكبر تكبيرة الإحرام ففصلت بين بين أمور الدنيا وبين شواغل الحياة وبين الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن معاني التكبير عموما وتكبيرة الإحرام خصوصا أن المصلي قد ترك الدنيا بأسرها ليعلن أن الله أكبر من الدنيا ومن أشغالها. أنت بتقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من العمل الذي أعمل فيه، الله أكبر من المشكلات التي عندي، الله أكبر من كل شواغل الدنيا والصوارف الحياة التي تصرفني عن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. ده معناته ليه التكبير، ولذلك التكبير ده من أهم شعائر الإسلام. وربك فكبر وكبره تكبيرا، يعني نحن ده في الصلاة دائما نكبر الله سبحانه وتعالى، والتكبير معروف أنه صدقة، وبعد الصلاة نكبر الله سبحانه وتعالى 33، وفي الأعياد نكبر الله سبحانه وتعالى، وفي الجهاد نكبر الله عز وجل، وكلما ارتفعنا كبرنا الله. يعني التكبير دي شعيرة، فأنت بتعلن دائما لنفسك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء يحيط بك، أكبر من مشاكلك وهمومك وأحزانك، وقادر على أن ينجيك من المهالك، وقادر على أن يدبر الأمور لصالحك. فهذا معنى التكبير. يبقى إذن من معاني التكبير أن المصلي قد ترك الدنيا بأسرها ليعني له أن الله أكبر من الدنيا ومن أشغالها. ومن المعاني في رفع اليدين مع التكبير، لماذا نرفع، يعني من ضمن الحكم، يعني ممكن تكون يعني هناك حكم أخرى، لكن من ضمن الحكم في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هذا إشارة إلى اطراح المصلي للدنيا، كأنك أنت بتنفض، حينما ترفع يديك هكذا كأنك تنفض الدنيا وراء ظهرك، لتعلن أن الصلاة وأن تكبير الله سبحانه وتعالى وأن عظمة الله عز وجل أكبر من من كل شيء. يبقى فيه إشارة إلى اطراح المصلي للدنيا والإقبال بكليته على الله سبحانه وتعالى، أو الإقبال بكليته على الصلاة. وأيضا من الأمور التي تعيننا على الخشوع ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود. وأنت في وضع القيام أو في ركن القيام ينبغي أن يكون نظرك إلى محل سجودك، ولا تلتفت لا هنا ولا هنا. وأن تستحضر معاني دعاء الاستفتاح، لأنك أنت بمجرد ما تكبر تكبيرة الإحرام لا تدخل في قراءة الفاتحة مباشرة، وإنما هناك دعاء الاستفتاح، الاستفتاح من الفتح، يعني بتطلب الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. وهناك أدعية كثيرة وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الاستفتاح، منها الدعاء الذي يحفظه معظمنا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي وذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج وليل البرد. يعني حينما يرد أكثر من دعاء في موطن من المواطن ينبغي أن تنوع بينها إذا كنت تحفظ هذه الأدعية، تقول هذا مرة وهذا مرة حتى حتى تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال بأنه من الممكن أن تجمع بين هذه الأدعية في موضع واحد، ومنهم من لم يؤيد ذلك، قال لك لا، ممكن تقول هذا مرة وهذا مرة يكون أفضل، لأن الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنه كان يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك مرة، ومرة أخرى يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهكذا. ومن الأفضل الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعاني التي تعينك على الخشوع في الصلاة أن تعلم أن الله يجيبك في صلاتك. أنت فعلا أنت واقف بين يدي الله وتخاطب الله عز وجل، يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، وحينما تقول الرحمن الرحيم الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي، حينما تقول مالك يوم الدين الله عز وجل يجيبك ويقول مجدني عبدي، وحينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين الله عز وجل يجيبك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله عز وجل يقول هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني دي خطاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى،
يبقى لازم انت كما قلت ليست حركات وطقوس، وانما انت بين يدي الله، والله عز وجل يجيبك في دعائك، ولا بد انك انت تفكر في معاني الكلمات التي تنطق بها، وايضا تتدبر في الايات التي تقراها. يعني حتى بعد سوره الفاتحه اذا قرات مثلا سوره من سور القران بتتدبر في معاني السوره حتى ولو كانت من قصار السور او الايات التي تقراها، وان تنوع فيها. لماذا التنويع؟ لان التنويع يعينك على ليه؟ على الخشوع، وانك انت تفكر في معاني الكلمات. لان بعض الناس ربما دائما بعد الركعه في الركعه الاولى بعد سوره الفاتحه يقرا مثلا سوره الاخلاص، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، وسور هو متعود عليها، يبقى خلاص كانها اصبحت ايه؟ اصبحت امور اعتياديه بالنسبه له. طبعا ده صعب يخشع في صلاته، انما لو نوع مره يقرا بهذه السوره، مره يقرا بايات مثلا من سوره البقره، مره يقرا بايات حتى ولو ايات قصيره يحفظها من اي سوره من سور القران، يبقى هذا يعين على الايه؟ عمليه التنويع في حد ذاتها تعين. يعني خد ما حديك مثال، مثلا لو انت معتاد ترجع الى بيتك من طريق ما، ربما وانت في السياره خلاص انت عارف يعني الطريق، ربما لا تلتفت انك السياره حتى من الممكن يعني كما نقول ممكن السياره حتى هي التي تقودك، لكن لو غيرت الطريق ستنتبه، صح ولا لا؟ عارف ان لا هذا الطريق ده لسه، يبقى في انتباه. فكذلك الأمر حينما تنوع الآيات التي تقرأها في الصلاة، فيدعوك هذا إلى التنبه إلى الآيات التي تقرأها والكلمات التي يتجدد معانيها في قلبك وفي عقلك حينما تنطق بها. وأيضا من الأمور التي تعيننا على الخشوع في الصلاة فهم معنى الركوع وتأمل الأذكار الواردة فيه، فهذا أوعى للقلب وأقرب للخشوع. عملية الركوع مش مجرد يعني حركة تقوم بها، وإنما الركوع معناه أنك أنت في خضوع لله عز وجل. ولذلك الركوع والسجود لا يكونان إلا لله سبحانه، أنت كده في قمة الخضوع وفي قمة الذل لله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك الايه؟ السجود. فأنت في ركوعك بتتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع يعني بعد أن يقول سبحان ربي العظيم كما نعلم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويقول في الثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يعني مش الجسد فقط هو اللي خاشع وخاضع وراكع، ده كل عضو من أعضاء الإنسان في خضوع لله سبحانه. السمع خاضع وراكع لله عز وجل، خشع لك سمعي، حتى السمع والبصر والمخ والعظم والأعصاب، كل هذه الأمور خاضعة وخاشعة وراكعة لله عز وجل. شوف أنت لما بتستحضر هذه المعاني في الركوع يعني سيأتيك الخشوع. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وبعدين تعلن الله سبحانه وتعالى أن مش الجسد فقط هو الراكع، وإنما كل عضو من أعضائك في ركوع، فتقول الله سبحانه وتعالى أو تخاطب الله عز وجل: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يبقى أنت راكع لله وخاشع، وبعدين بتسبح بتكبير الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله وبملكوت الله. سبحان ذي الجبروت يعني الجبار، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني تعلن جبروت الله وملكوت الله وعظمة الله وأنت في مقام من مقام الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل. وبعدما ترفع من الركوع وتقول: سمع الله لمن حمده، يبقى بتحمد الله سبحانه وتعالى. يعني سمع، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع لمن يحمده، سمع الله لمن حمده. ولذلك انت بعدما ترفع من الركوع بتقول: ربنا ولك الايه؟ الحمد. وبعدين تزيد كما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع واحد من الصحابة يقول هذا الثناء على الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني تخيل الملائكة بتتصارع وتتسابق في من يكتب هذا الايه؟ هذا الحمد وهذا الثناء على الله عز وجل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وحينما تصل إلى ركن السجود، يبقى لابد وأن تعلم أن السجود أبلغ في الذل لله سبحانه وتعالى، أبلغ في الذل. يبقى أنت في الركوع في ذل،
لله، أنت في انكسار بين يدي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الانكسار بين يديه. وذلك أنت لما 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 تكون في سجود وتبكي بين يدي الله عز وجل وتعلن ذلك وانكسارك وفقرك بين يدي الله، أنت أقرب ما تكون لله عز وجل. وذلك كما قلت الركوع والسجود لا يكونان إلا لله عز وجل، لأن فيهما ذل، وذل المسلم وعبودية المسلم لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالركوع فيه ذل، ولكن السجود أبلغ في الذل لله سبحانه وتعالى، والركوع بمثابة تهيؤ وتقدمة له. والمصلي حينما يهوي بجسده على الأرض فإنه يمرغ فيها أكرم شيء عليه وهو وجهه. يعني أنت الوجه ده هو الذي تقوم بتزيينه حينما تخرج للناس، ويا سلام لو حد كده عملك على 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 وجهه كذا، ده أنت من الممكن أنك أنت تفعل فيه الأفاعي. لكن بين يدي الله لا تمرغ وجهك في التراب. لماذا؟ لأنك أنت تعلم أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى المصلي حين يهوى بجسده على الأرض فإنه يمرغ فيها أكرم شيء عليه وهو وجهه، وإكراما من الله عز وجل له. شوف أنت يعني مرغت وجهك لله سبحانه وتعالى، فإكراما من الله عز وجل له، يكون المصلي أقرب إلى الله حال سجوده. تكون أقرب إلى الله، شوف مش في الوقوف ولا في الركوع، لا، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد، ويستجاب دعاءك. فالله عز وجل إذا رأى ذل عبده بين يديه مع سؤاله وإلحاحه عليه لا يرده خائبا، لأن الله عز وجل أكرم من أن يردك صفر اليدين. الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، هذا خارج الصلاة. فما بالك وأنت في الصلاة، وما بالك وأنت في إيه؟ في سجودك بين يدي الله عز وجل. فاسجد واقترب، كلما سجدت كلما اقتربت من الله عز وجل. وما شرع ركوع الأبدان وسجودها إلا لتركع القلوب وتسجد لخالقها ومدبرها. لا تظن أنك حينما تسجد الجسد فقط هو الذي هو الذي يسجد، كما قلت في الركوع. يعني لا تظن أن الجسد فقط هو اللي راكع، والجسد فقط هو اللي ساجد. ولذلك في الركوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فكل شيء راكع. وكذلك في السجود كل جارحة من جوارحك وكل عضو من أعضائك هو في سجود لله وفي ذل لله سبحانه وتعالى. فالقلب حتى القلب في ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. فما شرع ركوع الأبدان وسجودها إلا لتركع القلوب وتسجد لخالقها ومدبرها. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته. يعني شوف أنت في مقام ذل وانكسار وصلاة الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته. يعني أول الذنوب وآخر الذنوب، ذنوب قمت بها في السر، قمت بها في العلانية، دقه وجله، يعني صغيره وكبيره، يعني أي ذنب يا الله أسألك يا الله، يعني في هذه الـ في هذا الركن من أركان الصلاة أن تغفر لي هذه الذنوب. ثم بعدما ترفع من السجود، هناك دعاء تقول بين السجدتين، بتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وفي لفظ: واجبرني واجبرني، يعني اجبر بخاطري يا الله، لا تكسر بخاطري حينما اخرج من الليل من الصلاة. اجبرني، يعني كأنك تتكسر في اليوم عددا من المرات، سواء من المشاكل او من ضغوطات الحياة، حينما تأتي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعيد ترميمك مرة اخرى، يعيد جبرك مرة اخرى، الله سبحانه وتعالى يعيدك الى الحياة مرة اخرى، وأنت في قمة تألقك، لأنك سجدت وقلت ما عندك لله سبحانه وتعالى. ولذلك تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. اجبرني، اجبرني في كل أمور يا الله، اجبرني في عملي، اجبرني في 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 أسرتي، اجبرني في أولادي، اجبرني مع الناس، واستر. يعني بتطلب الله سبحانه وتعالى أن يجبرك في كل أمر من أمور الايه الدنيا والآخرة. وحينما تجلس للتشهد فلا بد وأن تستحضر معاني التشهد والتحيات لله سبحانه وتعالى.
إذ أنك في التشهد تلقي التحيات لله عز وجل، أنت تقول التحيات لله، وبعدين بتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرد عليك السلام كما صح ذلك في الحديث، ثم تستشعر معاني الأخوة في المجتمع الإسلامي حينما تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني لا تسلم على نفسك فقط، وإنما شوف الأخوة في المجتمع، نما المؤمنون إخوة، فتسلم على نفسك وعلى الايه وعلى الصالحين من حولك. تستشعر معاني الأخوة في المجتمع الإسلامي حينما تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين بتصلي على رسول الله، ثم بتستعيذ من عذاب النار والقبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، فتن الحياة. شوف سبحان الله، دايما في الصلاة وقبل أن تسلم بتستعيذ من فتنة المحيا. يعني فتنة المحيا؟ يعني فتن الحياة، فتن الحياة الكثيرة، سواء فتنة النساء، سواء فتنة المال، سواء فتنة العمل، سواء فتنة الأسرة، سواء فتنة يعني أي فتنة من فتن، بتقول أنت بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. ثم من فتنة الممات، يعني الفتنة التي تكون عند الايه عند الممات، أنك أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تتنزل عليك ملائكة العذاب، من فتنة القبر، من فتنة ما يحدث بعد البعث، وهكذا. ده اسمه فتنة المحيا وفتنة الايه الممات. ولما جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بعد التشهد وقبل التسليم بأن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، كيف تقول في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني يا رسول الله، أنت نبي ورسول وتستطيع أنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء حسن وكلام طيب، وكذلك معاذ بن جبل ده من علماء الصحابة، فعارفين بتقولوا إيه وبتدعو الله سبحانه وتعالى بالكلام الطيب والكلام الجميل، فأنا لا أعرف أن أدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وماذا تقول؟ فبيقول له: أسأل الله عز وجل أن يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني أي واحد فينا ما هو حتى في دعائه، وحتى لو كان من العباد والعلماء والفقهاء ويحفظ كل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأساس في الأخير والهدف الأخير هو إيه؟ يعني يسأل الله سبحانه وتعالى ليه الجنة. فقال له النبي: حولها ندندن، أي حول الجنة ودخولها ندور في دعائنا. وبعدين لما تسلم هناك أذكار أيضا تقولها بعد التسليم بتعينك أيضا على أنك أنت تخرج من الصلاة وأنت خاشع فيها، وفي نفس الوقت تكمل حتى ما بعد ليه ما بعد الصلاة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. بعدين بتسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر 33، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم تقرأ آية الكرسي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. وعلينا أن نعلم ثمرات الخشوع في الصلاة، ومنها التلذذ بالصلاة والأنس بمناجاة الله حتى تغدو الصلاة قرة عين. وفي نفس الوقت حينما نخشع في صلاتنا فإننا نشعر بالراحة النفسية، كما بدأت أول الخطبة أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتغلب على متاعب الحياة وضغوطها بالصبر والصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها، ولا تأتي هذه الراحة من حركات مصطنعة ولا طقوس تؤدى بأي طريقة كانت، وإنما تأتي بخشوع الجسد وخشوع القلب. لا بد أن يخشع الجسد ويخشع القلب وتخشع الأركان في الصلاة، وعلى قدر الخشوع في الصلاة يكون الأجر. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
وعلينا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عدم الخشوع في الصلاة أو من قلب لا يخشع. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الدعاء الذي يكرهه الله لما فيه من إثم أو قطيعة رحم، وكون الداعي لم يأتي بشرط الدعاء من الإخلاص والمأكل الحلال وغير ذلك. واستعاذ النبي من النفس التي لا تشبع، لأنها تكون متكالبة على الحطام، متجرئة على المال الحرام، غير قانعة بما يكفيها من الرزق، فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الفالحين الخاشعين في صلاتهم، الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.